دي تامن حلقة من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية. الحلقة دي هتكلم فيها عن المميزات والعيوب في الاستثمار بالمحلات التجارية الموجودة في المناطق المركزية والمناطق السكنية. مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريل استيت جايد. أنا هتكلم هنا عن الفرق ما بين المحلات التجارية الموجودة في المناطق المركزية والمناطق السكنية. أول حاجة بالنسبة للتجاري في المناطق السكنية، دي طبعا بتكون هنا محصورة على المولات اللي بتبقى موجودة في الار 7 والار 8 والمستثمرين، سواء اللي بتخدم جوه الكومباوند أو اللي بتخدم جوه وبره الكومباوند أو الستريب مول اللي بتكون على المحاور الرئيسية. ودي طبعا بتكون عبارة عن أرضي ودورين، الأرضي والأول تجاري والتاني دوت عادة بيكون إداري وطبي. تاني حاجة بالنسبة للمناطق المركزية، وديت المناطق اللي بيكون فيها تجمعات المولات من المباني الكومبلكس والتاور زي الداون تاون ومحور الامل والام يو 7 والحي المالي. هتلاقي في كل المشاريع ديت دايما بيبقى الدور الارضي والاول وممكن التاني بيكون تجاري وباقي الادوار بيكون اداري. وفي منطقة الشوبينج في الداون تاون دي بتكون تخصص تجاري بالكامل، ارضي وخمس ادوار. بالنسبة بقى للمميزات التجاري في المناطق السكنية، اول حاجة ان المول هنا بيكون ضامن الترافيك اليومي عليه، سواء من سكان الكومباوند والخدمات اللي بتبقى حواليه بقى، من سواء جامعة او مدرسة او مستشفى. بالاضافة كمان ان المنافسة ما بين المحلات اللي بتفتح من نفس نوعية النشاط بتكون اقل بكتير جدا طبعا من المناطق المركزية. وفي حالة لو حضرتك بتشتري هنا بغرض تشغيل النشاط بتاعك، هيكون سهل عليك ان انت تعمل لنفسك اسم كويس لو انت هتقدر تقدم منتج بجودة كويسة ويكون مطلوب للناس اللي حواليك في المنطقة هناك. وبالنسبة لاسعار المحلات الارضي في المولات المميزة اللي بتبقى على المحاور الرئيسية، لو جيت انت طبعا هنا قارنتها مثلا بمحلات ارضي في مولات واخدة نفس تصنيف تميز في المناطق المركزيه، هتلاقي الاسعار اعلى شويه. وطبعا انت كمان هنا هتستفيد بمساحه اكبر، يعني ممكن مثلا تلاقي محل ارضي واجهه على محور الامل 40 متر سعره عامل 5 مليون، وتلاقي محل مثلا على المحور بتاع الار 7 60 متر عامل برضو 5 مليون. بس هنا لازم نراعي بقى حته نسبه التحميل ان هي تكون ثابته. وبالنسبه للعيوب التجاري في المناطق السكنيه، طبعا باعتبار ان المناطق ديت ان هنا الترافيك بيكون اقل طبعا بكتير وبيكون محدود ومقتصر على القائمين من سكان كومباوندز ومترددين عليها حسب طبعا طبيعة الخدمات الموجودة في المنطقة. فيبقى طبعا لازم حضرتك من الاول تكون عارف ان طبيعة النشاط اللي حضرتك هتفتحه دوت يكون بيتارجت او بيستهدف الفئة المحدودة اللي هي موجودة في المحيط بتاع حضرتك، بحيث لو انت ما قدرتش ان انت في الحالة ديت لو ما قدمتش الخدمة بتاعتك بالكواليتي الصح اللي هي ترضي العميل، طبعا انت مع الوقت هتخسر وممكن طبعا تاخد سمعة مش كويسة وممكن اصلا ما تكملش. تاني عيب بقى ان الار 8 والار 7 هتاخد شوية وقت اكتر لحد ما هتتأجر طبعا المولات اللي هناك، لان كل المشاريع اللي هناك لسه طبعا تحت الانشاء والتسليمات ممكن خلال سنتين او اكتر كمان بالنسبه للار 8. بس التشغيل الفعلي هياخد وقت اكتر كمان مقارنه بالمناطق المركزيه اللي هي زي محور الامل والحي المالي. انت دلوقتي هتلاقي فيه تسليمات يعني خلال شهور من دلوقتي، وفي ترافيك كمان هيكون موجود في المناطق المركزيه من اول يوم للتشغيل. وبالنسبه للمميزات التجاري في المناطق المركزيه، الترافيك طبعا في المناطق المركزيه هيكون عالي جدا من كل الفئات، سواء اللي داخل العاصمه والزائرين اللي جايين من بره العاصمه، وان العملاء هنا هتكون يعني متجدده باستمرار. وبالنسبه للعيوب، الاسعار بتكون اعلى شويه من اسعار التجاري في المناطق السكنيه طبعا زي ما قلت لحضرتك. والعيب التاني ان المنافسه بتكون عاليه جدا، لانك طبعا هتلاقي انشطه يعني متكرره كتير في اغلب المولات، ومفيش هنا فئه معينه بيستهدفها المشروع بخلاف طبعا تشغيل الادوار الاداريه الموجوده في المبنى، وخصوصا طبعا دوت في منطقه الداون تاون بالتحديد. المهم هنا طبعا ان احنا نرجع للمعايير اللي بناء عليها بنفاضل ما بين المشاريع وبنقلل من عامل المنافسه بقدر الامكان، وده طبعا بيرجع حسب تميز موقع المشروع واسم الشركه المطوره وثابت اعمالها والشركاء اللي بيكونوا معاهم، مثلا من الاستشاري للمقاول لاداره التشغيل والصيانه في المستقبل، برده مستوى حجم المشروع والخدمات اللي بيقدمها، دي تعتبر من عوامل الجذب والترافيك. طبعا ده بيرجع برده هنا حسب طبيعه تصنيف المشروع، سواء بقى ميجا مول مثلا او شوبينج او التاورز. طبعا يكون هنا المشروع برده مطبق الاكواد الهندسيه والاكواد التشغيليه مظبوط عشان يقدر يجيب شركه بروبرتي مانجمنت محترمه عشان تقدر تدير المكان دوت باحترافيه. وطبعا نسبه التحميل برده من الحاجات المهمه جدا اللي هي تعتبر من ضمن المحددات لسعر المتر. ومهم جدا ان حضرتك تسال نفسك، حضرتك بتشتري بغرض التشغيل ولا استثمار؟ طيب لو تشغيل، ايه نوعيه النشاط اللي حضرتك هتفتحه وهيكون مناسب في اي منطقه اكتر؟ ومهم ان انت تكون عارف استهدافك لنوعيه العملاء اللي هتكون مهتمه بالنشاط بتاعك. ومهم برده ان انت تحدد الميزانيه بتاعتك والمساحه المطلوبه مع مواصفاتك للوحده اللي حضرتك محتاجها عشان تحقق لك اعلى عائد على الاستثمار.
وأنا بدوري هنا كاستشاري عقاري بكون على معرفة بكل المعروض من المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، إن أنا أوضح لحضرتك أفضل الفرص الاستثمارية كتشغيل أو تأجير طبعا حسب طلبك. ويشرفني يعني إن احنا نتعاون مع بعض، ولو في أي استفسارات تقدروا حضراتكم تتواصلوا معايا من خلال الرقم الظاهر على الشاشة دوت، متاح عليه الواتساب أو في لينك بيكون موجود في أول الوصف، وحضرتك مجرد ما تضغط عليه بيوصلك مباشرة على الواتساب الخاص بيا. الخدمة مجانية تماما وتحت أمر حضراتكم في أي وقت. شكرا.